أولا يعني خبر إن حضرتك قعدت النهارده مع اللعيبة ومع الجهاز ده حاجة مهمة جدا جدا، لأن طبعا أعتقد إن الفترة اللي فاتت كمان يعني فترة أزمة الاستقالة والأزمة اللي كانت حاصلة داخل نادي الاتحاد، أعتقد إن الجلسة ديت كانت مطمئنة أو مهمة للعيبة علشان يبقى في استقرار مهم خلال الفترة اللي جاية بالنسبة لنادي الاتحاد وتواجد نادي الاتحاد. يعني أنا نفسي ألاقي نادي الاتحاد سكندري أو المصري أو الإسماعيلي موجودون. طبعا ده يعني أنا متضايق جدا، وأنا بقول إن النادي الوحيد كان نادي الإسماعيلي في 2001 أو في 2002، يعني من أكتر من 20 سنة آخر نادي خارج الأهلي والزمالك كان نادي شعبي هو اللي خد بطولة بس. بالظبط. وبالتالي تواجد الاتحاد وتواجد المصري إن هم يبقوا موجودين في الكونفدرالية أو في البطولة العربية أو الإسماعيلي ده مهم حاجة جدا. شرعية. طبعا. وحاجة طموح أنا بتمناها بصراحة يا كابتن إسلام، وأنا شايف إن نادي الاتحاد السكواد بتاع اللعيبة السنة دي والمدير الفني اللي موجود يعني يشجعك إنك تعمل حاجة زي كده بصراحة. يعني أنا قصرنا بعض المباريات بشكل كبير، انا بصراحه ما كنتش اتمنى احنا نخسره، ولكن لا يعني انا شايف ان نادي الاتحاد قريب انه ينهي الدوري بشكل كويس، واتمنى ان شاء الله اللعيبه تعي الكلام اللي انا قلته النهارده، والكلام ده بصراحه كلهم حتى اللعيبه الكبيره يعني صبري رحيل او سيد سالم او كابتن او محمود علاء او المهدي، الناس كلها فهمت وقعدوا، وكابتن خالد غندور وقعدوا بعد ما انا مشيت قعدوا جلسه مع بعضيهم، ويعني يعني الناس ومجلس اداره والجماهير تتمنى تشوف نادي الاتحاد في وضع يليق باسم نادي الاتحاد وتاريخه بصراحه. البعض بيقول يعني يجي يقول لك يا حاج محمد بمنتهى الوضوح، طب هي الانديه الشعبيه ما بتطورش من نفسها ليه؟ ما بتعملش موارد من نفسها ليه؟ هو ليه راجل رئيس نادي يعني كرجل اعمال او نادي شركه يتعاقب علشان بعض رؤساء الانديه او بعض الانديه الشعبيه ما بتعظمش من مواردها، بل على العكس هم عندهم اشتراكات، عندهم سور نادي، عندهم بعض الـ الامور اللي من خلالها ممكن يتم تعظيم الموارد. ده البعض بيقول ده. كابتن اسلام اتفضل. طيب هكلم عن نفسي الاول. نادي الاتحاد السكندري ماشي. خلاص أطلع. نادي الاتحاد السكندري نادي فيه فرعين، فرع في الشاطبي وفرع في سموحه. خلاص تمام. بعد عندك موظفين وعندك عمال بكم كبير خليها على جنب، عندك كهرباء وعندك كهرباء وعندك ميه وعندك ايجارات خلي برضه الموضوع ده على جنب، مش ده يشغل بالك. انا بتكلم حضرتك دلوقتي لما يكون عندك نادي وبوضوح عندك اتكلم على الكوره واتكلم على مداخيل. طب انت عندك عدد من الاشتراكات حوالي 50,000 اسره بيدخلوا لك حوالي 30 مليون جنيه خلاص اشتراكات سنويه. وقول انت كمان بتجيب مثلا حوالي 40 50 مليون برضه عضويات. خلاص؟ مع اننا احنا وقفنا فتره معينه العضويات لدخول النادي. طيب وعندك انت كمان برزنتيشن بتدي لك حوالي 30 مليون جنيه. طيب انت عندك كام لعبه بقى؟ عندك 18 لعبه. كرة القدم بتعمل عقود قد ايه ومدربين قد ايه واقامات ولبس وانتقالات وكل الكلام ده. عندك كرة السلة دلوقتي بيوصل عقود اللاعبين لقد ايه؟ عشان تنافس. خلاص؟ عندك كرة طايرة فيها لعيبة أجانب ولاعيبة محترفة. عندك كرة يد، عندك ألعاب فردية، كل الكلام ده. هل حضرتك أنت بتتكلم في حوالي ميزانيات حوالي 150 160 فطبيعي لازم يكون عندك عجز من 30 ل 40 مليون جنيه. الطبيعي. حضرتك بتقول طب ما تعظمش ليه؟ هو حضرتك احنا يعني مثلا يعني هتعظم انت هتعمل اعلانات على النادي سور النادي؟ طيب هتعمل هجيب قد ايه؟ يعني المبالغ هتجيبها قد ايه؟ 3 مليون جنيه؟ 4 مليون جنيه؟ خلاص. وعلى فكره فيها بعد كده انت تيجي تعملها تكلفتها قد ايه؟ وايه اللي بياخده من الحي وايه اللي بياخده من المحافظه؟ في الاخر تلاقي نفسك انت بتخسر وما بتكسبش. احنا ايه الخطوه اللي احنا بنعملها؟ خطوه اللي احنا بنعملها وده مشكورا، انا عايز اعلن الكلام ده دلوقتي حضرتك كان فيها يعني انا يعني حابب اشكر جدا جدا الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، ولسه كان مسافر وراجع امبارح والنهارده، يعني كان في مكالمه تليفونيه بيني وبين سيادته دلوقتي اللي نادي الاتحاد السكندري جات له موافقه الحمد لله من المكتب التنفيذي للمحافظه
ان نادي الاتحاد غير التخصيص بتاعه من ملاعب مفتوحه وانشاء ملاعب مفتوحه الى تخصيص نادي بملاعب مفتوحه مباني اداريه ومباني ومبنى اجتماعي وسور للنادي من داخل النادي وسور خارج النادي، يعني محلات داخل النادي ومحلات خارج النادي. فده اللي احنا كنا بنسعى عليه بقوه، وده كان احدى اسباب ان انا كنت بتقدم بيها باستقالتي. ولكن يعني جهد مشكور جدا جدا من سياده الوزير، جهد مشكور جدا جدا من اللواء محمد شريف محافظ الاسكندريه اللي بصراحه يعني عامل شغل اكثر من رائع، وبرده الراجل امبارح برده كلمني في هذا الموضوع وجالنا جواب رسمي للنادي بخصوص اجتماع مكتب التنفيذ على موافقه على الكلام اللي احنا كنا طالبينه، وده من ضمن الحاجات اللي كنت قلت فيها استقالتي. فهي بصراحه يعني دي بدايه بالنسبه لنا ان احنا نبتدي بقى نبيع سور النادي ونبيع محلات النادي، فدي دخل بالنسبه لنا ريع للنادي. انا عم بيع المحلات، انا عم بيع الحمام السباحه اللي احنا بنعمله، فالامور هتبتدي العجله تتحرك شويه. انا شايف ان دي بدايه طيبه جدا. وانا يعني حتى كان في مكالمه بيني برضو الدكتور صفاء دلوقتي وكيل وزاره الشباب والرياضه في اسكندريه ان احنا خلاص بناخد اكشن في موضوع التراخيص. فالموضوع على فكره ابتدينا الشغل فعلي، احنا ابتدينا الشغل فعلي في فرع النادي في سموحه، وابتدى ان احنا بننشا في المرحله الاولى 7 ملاعب مفتوحه لالعاب اللي هي الطايره والباسكت والهاند بول ومسجد ومحلات لعصور النادي ومكان للالعاب الاطفال ومكان للناحيه الاجتماعيه. فدي بدايه بالنسبه لنا ان شاء الله تبقى بدايه خير، واحنا متفقين مع يعني الجهاز الاختبارات الحربيه ان احنا الكلام ده يتم 3 4 شهور ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق باذن الله الحاج محمد.